حيث أضحى يشكل مصدر قلق يهدد السلامة البدنية والصحة النفسية للمرأة والفتاة على حد سواء. تطلق وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الحملة 20 لمحاربة العنف ضد النساء تحت الشعار العنف الرقمي جريمة وما نسكتوش على العنف الرقمي ومحاربة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات. هذه الحملة هي بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وسفارة كندا وعدد كبير من آخر من الشركاء، وهي تنخرط أيضا في إطار 16 ليوم للحملة الأممية لمحاربة العنف ضد النساء. اختارنا محاربة العنف الرقمي لأنه أصبح يشكل خطرا على الصحة النفسية للنساء والفتيات والأطفال، أضيف الأطفال أيضا، فلهذا كان الاختيار ديال هاد الشعار هاد السنة، لأن هاد العنف الرقمي هو واحد العنف ما تنشوفوش ما تنحسوش به، مني كتكون غير واحد النكتة سخيفة حول النساء وتقلل من قيمة النساء فهذا عنف رقمي. فأضيف على ذلك يعني التحرش الرقمي، التحرش الجنسي عبر الوسائط الرقميه، فاذا هذا العنف هو عنف يتكاثر اكثر فاكثر، لان كما شفنا من بعد يعني جائحه كوفيد 19 اصبحت مجتمعاتنا تستعمل اكثر فاكثر الرقمنه، وفي المستقبل سيكون هناك اعتماد اكثر للرقمنه خاصه مع الافاق ديال الذكاء الاصطناعي، و سيصبح يعني هو حاليا يشكل الفضاء الرقمي جزء من حياتنا بالإضافة للفضاء الواقعي، لكن في المستقبل سيكون أكثر فأكثر، وهذه المخاطر حتى هي غادي تكون أكثر فأكثر. فلهذا يجب أولا التحسيس والتشريع وتشديد العقوبات ضد العنف الرقمي ضد النساء، وهذه مسؤولية الجميع، مسؤولية القطاعات الحكومية، مسؤولية المجتمع المدني، مسؤولية الأحزاب، مسؤولية القطاع الخاص، القطاع العام، جميع الفاعلين في المجتمع، هذه مسؤوليتنا جميعا لكي نحارب العنف ضد النساء، وايضا لكي نمكن النساء من حقوقهن، وهذه هي يعني تنفيذا للتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. واود قبل ان اختم ان اغتنم هذه الفرصه لاشكر اكاديميه المملكه وسيد الرئيس امين السر الدائم للمملكه السي الحاج مريع على لان اعطانا هذا الفضاء الجميل، الفضاء المتميز، الفضاء العلمي المتميز لإطلاق هذه الحملة 20. كنحضروا اليوم في انطلاق الحملة 20 لمناهضة العنف، الحملة التحسيسية للوقف لحد من العنف الممارس على النساء والفتيات، الحملة اللي كان الشعار ديالها هذه السنة من أجل فضاء مسؤول وآمن للنساء والفتيات. هذه الحملة هذه جات في الوقت ديالها باعتبار أننا كنشوفوا واحد المد كبير ديال العنف اللي ولا في وسائل التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن التكنولوجيا غادية وكتقدم وكتوصل لواحد الدرجات واحد المستويات عالية جدا، وكذلك كيكون معها العنف. لذا فجمعية المجتمع المدني والوزارة وكاع المتدخلين عازمين على أننا من انطلاقا من اليوم من ابتداء هذه الحملة غادي نكونوا بالمرصاد لهذه الجرائم اللي كتكون ضد الفتيات وضد النساء في الفضاءات، يعني في فضاءات التواصل الاجتماعي. كنتمناو على اننا يعني نقدروا نحدوا منها ونقدروا نديروا نوعيوا بها. هذه الحمله كتستمر 16 يوم من 25 نوفمبر الى 10 جانفير، ولكن العمل كيبقى مستمر طيله السنه. ايضا التوعيه بان هذا الفعل مجرم بفعل قادم ويعاقب